العقيدة الصحيحة هي دعوة كل الرسل والأنبياء، فكل الرسل دعوا إلى لا إله إلا الله، من نوح وهو أول رسول، أما آدم فهو نبي. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له هل آدم كان نبيا أو كما قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نبي مكلم. نبي مكلم أي كما كلم الله موسى عليه السلام كلمه، وكما كلم الله محمدا في الإسراء والمعراج كلم آدم أيضا. أما أول الرسل فهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومما يدل على هذا أن كل الرسل توحد الله وتدعو إلى توحيد الله، وهي وظيفة الرسل توحيد الله عز وجل. قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا الشرك، والطاغوت كما سيأتي بيانه في شرح شروط لا إله إلا الله وهو الشرط الثامن، أن الطاغوت هو كل من عبد من دون الله راضيا، حتى نخرج عيسى عليه السلام فهو عبد من دون الله لكنه لم يرضى، وحتى نخرج الصالحين والأولياء الذين يطوفون حول قبورهم ويذبحون عندها ويقدمون لها القرابين ولكن أهلها براء مما يفعله هؤلاء الجهال وهؤلاء السفنة. فنوح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما قال الله تعالى. وأيضا هود عليه السلام قال كما أخبر الله على لسانه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا شعيب عليه السلام قال الله على لسانه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم قالوا نفس الكلمة كلهم. وأيضا قال إبراهيم عليه السلام اعبدوا الله واتقوه. وقلنا أن هذه اللفظة اعبدوا الله في القرآن الكريم أي وحدوا الله. ويعقوب عليه السلام أيضا كما جاء صريحا هذا في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، فكانت الإجابة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. كلهم إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب كلهم كانوا يدعون إلى أن يعبد الله وحده عز وجل. وأيضا غير هؤلاء من الأنبياء، فيوسف عليه السلام قال لقومه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا عين التوحيد. وأيضا عيسى عليه السلام قال الله عز وجل على لسانه أنه قال لقومه اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم أي وحدوه، ثم فصل إن كان الأمر خلاف ذلك فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولكن هنا أنبه إلى أن الأنبياء والرسل بالرغم من كونهم دعوا إلى التوحيد وإلى عدم الإشراك بالله عز وجل إلا أنهم لم يضيعوا جانب الأخلاق، فكلهم أيضا اتفقوا، يعني هم لم يتفقوا فقط في الدعوة إلى التوحيد، اتفقوا في الدعوة إلى مكارم الأخلاق، وأيضا اتفقوا في حب الخير لأقوامهم، واتفقوا أيضا في السعي لسلامة نظام عيشهم الدنيوي. ثم اعلموا أيضا أن العقيدة الصحيحة والتوحيد، وأحببت أن أجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم هؤلاء الرسل، ونقف عنده شيئا ونفصل فيه أكثر مما ذكرناه في حق الأنبياء الأول.